أهلا بكم أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي تجريبي ولغات في تاني حلقات من حلقات الريفيجن في مادة الاستاتيستكس. في الحلقة اللي فاتت إحنا كنا خدنا بيرسون، النهاردة إن شاء الله هناخد سبيرمان رانكس كورليشن كوفيشنت. الفرق ما بين بيرسون وسبيرمان إن سبيرمان بيعتمد على الرانك، على الرتبة، على المكان الأول ولا التاني ولا التالت، لكن بيرسون بيعتمد على الفاليو نفسه. طيب هل في قانون لسبيرمان زي قانون لبيرسون؟ اه طبعا في قانون ان الكورليشن رانك بتاع لسبيرمان هو عباره عن 1 ماينس 6 و6 دي ثابته، سميشن دي اختصار كلمه ديفرنس او ماينس، وهنعرف الديفرنس ما بين ايه وايه دلوقتي، باور 2 اوفر ان تايمز ان باور 2 ماينس 1. تاني الار دوت هو ال correlation coefficient rank، ال 6 دي ثابته، ال d square the difference square، وال n دوت عددهم. خد بالك من حاجه، ان انت علشان تحسب ال Spearman rank هتكون تيبل من 6 كولومز بالمنظر دوت، هيبقى فيه x y rank of x او الاوردر بتاع x rank of y، وال d اللي هو difference ما بين الرانكس، وال d square اللي هو بعد ما تجيب ال d هتعمل له power 2. تعال نشوف مسألة مباشرة، بيقول لي كده هو the following table gives scores of 6 students in math and chemistry. ال 6 students دوت الأولاني جاب في الماث excellent، الثاني pass، الثالث good، الرابع pass، الخامس very good، والسادس very good. أما في الكيمستري فكان درجات ال 6 students كانت very good و pass و pass و good و good and excellent. Calculate the spare man، ولازم وانت بتبقى بتحل بتاخد بالك هو عاوز مين، هو عايز person ولا spare man. هنا عايز spare man correlation coefficient between x and y. طيب مهم قوي ناخد بالنا من حاجة مهمة خالص، واحنا بنكون التيبل احنا بنعتمد على الرانكس، فلازم تحدد انت محتاج تعمل arrangement للحاجات دي ascending ولا descending، من الكبير للصغير، من أكبر تقدير لأقل تقدير، ولا من أقل تقدير لأكبر تقدير. طب ده بنعمله إزاي يا مستر؟ هقول كده هوت إن الإكسلنت ده نمبر 1، مين بعد الإكسلنت؟ أكيد الفيري جود. طيب يبقى ده نمبر 2 وده نمبر 3. طب بعد كده هوت ها إيه اللي أقل من الفيري جود؟ الجود. بعد كده الباس 5 و6، أدي 6 ستودنتس أنا رتبتهم، ده الأولانيين. طيب في الواي برضه هنا اهوت لازم ارتب نفس الترتيب، الاكسلنت نمبر 1، الفيري جود ادي نمبر 2، الجود 3 4 5، الباس 6. بس يا مستر في حاجات متكرره، فبنعملها ازاي ديت؟ بص كده الاكسلنت 1 عادي، طب مين بعد الاكسلنت؟ فيري جود، في 2 و3، فاعملهم ازاي بقى دول؟ بروح واخد ال 2 وال 3 بلس بعض ديفايدد عددهم، هم 2، يبقى 2 plus 3 5 divided 2، أسجل كل واحد فيهم كام؟ 2.5 و 2.5. في واحد بس good فنزل بالرانك بتاعه 4، في 2 pass 5 و 6، أروح أعملهم plus بعض 5 plus 6 11 divided عددهم هيبقى 5.5. نفس القصة excellent واحد بس نزلت الرانك بتاعه على طول 1، very good واحد بس نزلت الرانك بتاعه على طول 2، بعد كده ال good 3 و 4 أعمل إيه؟ أعمل 3 plus 4 7 divided to 3.5، بعد كده الـ pass في 2 في 5 و 6 أعملهم plus بعض divided to تطلع 5.5. بعد كده هو باخد الـ rank بتاع x وأروح أعمله minus الـ rank بتاع y، 1 minus 2 بـ negative 1 أروح أعمله power 2 بـ 1، 5.5 minus 5.5 طلع بـ 0 power 2 بـ 0، 4 minus 5.5 بنيجاتيف 1.5 باور 2 ب 2.25. هناخد الرانك بتاع x minus الرانك بتاع y، 5.5 minus 3.5 ب 2 باور 2 4، بعد كده 2.5 minus 3.5 بنيجاتيف 1 نعملها باور 2 تطلع ب 1، اخر واحده 2.5 minus 1 تطلع ب 1.5 باور 2 ب 2.5. الكولوم الوحيد اللي هعمله بلس هو d square، نعملهم كلهم بلس بعض هيطلعوا ب 10.5. وبعدين نسمع الرول r equals 1 minus 6 summation d square over n
times n power 2 minus 1 نبتدي نعمل substitute ادي ال 1 ال 6 ثابته السم دي سكوير اللي هي 10.5 طلعت في التيبل بعد كده n اللي هو عددهم 6 بعد كده n سكوير اللي هو 6 باور 2 minus 1 نحسبها كلها بالكالكليتر هيطلع ب 0.7 يبقى دوت direct correlation. مسألة كمان the following table gives a score of 6 students in statistics and English. Calculate the Spearman correlation coefficient between x and y. يمكن المسألة اللي فاتت كانت باينة قوي ان هي بسبيرمان علشان كانت كلها تقديرات كلها grades. لكن بعض الطلبة بيتخموا في المسألة ديت لما بيلاقوها ارقام ويعملوها بيرسونج كده تاني بقول لك خد بالك ركز مع الاسم كويس سبيرمان يعني عايز رانك عايز ترتيب عايز اوردر هنكون التيبل واحط الاكس والواي برضه في التيبل دوت هنبتدي نعمل ارينجمنت ها مين اكبر رقم برافو 20 اهو ادي اول واحد 1 مفيش غيره بعد كده ال 18 نمبر 2 بعد كده ال 16 نمبر 3 بعد 16 13 اللي هي 4 بعد كده 11 5 6 وهنا من حظنا ان مفيش حد متكرر تعال نبص على الواي مين اكبر واحد 16 هنسميه 1 بعد كده 15 2 بعد كده هو 12 في 2 12 هديهم 3 و4 بعد كده نتفاهم بعد كده 9 5 و7 هتبقى 6 مين متكرر عندي ال 12 طب ال 12 كان كام الثالث والرابع third و fourth 3 plus 4 3 plus 4 7 divided to 3.5 الخطوة اللي بعد كده ان انا بمسك ال x وال y اعمل لهم minus 2 minus 6 ب negative 4 power 2 ب 16 3 minus 3 and half تطلع ب negative half power 2 ب 0.25 4 minus 2 ب 2 power 2 4 6 minus 5 1 power 2 1 1 minus 3.5 ب negative 2.5 power 2 وعايز اقول لك على حاجه بخصوص power 2 دي عشان بعض الناس بيعملوها غلط وانت بتعمل power 2 لازم يا اما تعمل الانسر power 2 يا اما تحطها between bracket عشان النيجاتيف ما تبص اي حاجه power 2 يا شباب بتطلع positive دايما فيبقى negative 2.5 power 2 هتطلع ب 6.25 وال 4 power 2 ب 16 نعملهم كلهم بلس بعض هيطلعوا 43.5 يلا بينا بنسمع القانون وبعد كده بنعمل فيه سبستيوت ادي ال 1 ماينس ال 6 نزلت دي سكوير السم بتاعها 43.5 وال n عددهم 6 و 6 باور 2 ماينس 1 ادوس على الكالكليتر المره دي طلع بالنيجاتيف نيجاتيف 0.24 يبقى دوت ويك انفرس كورليشن بكده يبقى خلصنا الحلقه الثانيه بتاعت سبيرمان حلوا المسالتين تاني بنفسكم والقاكم في حلقة جديدة سريعة مركزة إلى اللقاء